بطولة تروح منه حتى لو هي ودية. خلونا نروح لزميلي حسام نور الناقد الرياضي بجريدة الصباح. حسام برحب بيك. اهلا وسهلا بيك كابتن شادي وبكل الساده مشاهدي وجمهور ومتابعي قناه النادي الاهلي. حسام طمني على فريق النادي الاهلي والمعسكر والتدريب النهارده، اتفضل. التدريب النهارده كان الساعه 6:30 كابتن شادي على ملعب برج العرب. كلنا عارفين طبعا زي ما انت قلت النادي الاهلي دخل المعسكر مغلق من امبارح عشان خاطر يخوض مرانه الاخير ويكون في حاله من التركيز. البطوله اكتسبت اهميه كبيره جدا مع الجهاز الفني، خصوصا بعد ما كلنا شفنا ارتباط الجمهور النادي الاهلي بيها، مش هي مجرد بس بالنسبه له بطوله وديه او فتره اعداد قبل المباريات اللي جايه في كاس مصر وفي افريقيا. النادي الاهلي اي بطوله بيدخلها بيبقى عينه على اللقب، عينه على المركز الاول، فيمكن ده خلى الجهاز الفني بيهتم بشكل كبير جدا بكل التفاصيل. هيكون في محاضره فيديو النهارده يا كابتن شادي لشرح بعض الجوانب الفنيه، تكليف اللعيبه بمهام محدده، وضع الخطه الخاصه بالمباراه، خصوصا انه ممكن مباراه الدور الاول بين الفريقين كان النادي الاهلي مسيطر بشكل كبير، كان ليه فرص لكن ما كانش موفق ان هو يقدر يكسب المباراه. اعتقد ان دي طبعا هتبقى حاجه كويسه جدا انه النادي الاهلي يقدر يستعيد الفوز من جديد ويؤكد الزعامه والصداره اللي وصلها. تدريب النهارده كابتن شادي بدا بمحاضره من كابتن حسام البدري نبه فيه على بعض النقاط الهامه للعيبه، وبعد كده كان في جزء بدني، وبدا بعد كده الامور الخططيه والفنيه بالاضافه لبعض اللعيبه كابتن شادي اللي هم ما تفرغوش بشكل جماعي زي كابتن حسام غالي كابتن سعيد ومحمد نجيب. عندهم كان بعض حسام غالي كان عنده اجهاد، محمد نجيب عنده اصابه عضليه، باسم علي كان عنده كدمه في الفخذ برضه النهارده كان خد فتره تاهيل، اللي برضه نقدر نطمن جمهور النادي الاهلي انه صالح جمعه كان عنده نزله برد شديده يمكن جات له فجاه امبارح، ما كانش قادر ان هو يتحرك من السرير بتاعه من الاوضه، لكن النهارده قدر ان هو يتحمل على نفسه بعد ما خد مجموعه من المستويات ونزل وشارك بشكل جماعي. عايز اقول لك كابتن شادي انه اجواء البطوله مسيطره بشكل كبير جدا على الجهاز الفني وعلى اللعيبه، حتى ده يمكن ظهر في تصريحات كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه النهارده، اكد ان البطوله مهمه جدا وان النادي الاهلي يتعامل مع اي بطوله على هي هدف محدد يضاف للاعبين وهدف تسعد الجمهور، واكد ان هو طالب اللاعبين بشكل مستمر انه ما يبقاش فيه عصبيه خالص، وكمان حتى ناشد الناس كلها ان هي يبقى فيه يمكن تناول عقلاني شويه للبطوله. الناس بتتكلم برضه يا كابتن شادي عن انه في مؤامره تحكيميه وانه في محاملات في نظام البطوله، كل الحاجات طبعا كلام مش منطقي وكلام مش ملوش اي مبرر ولا اي حاجه في الواقع يعني. بتكلم انه مباراه الفيصلي مباراه قويه وانه الفرق الاربعه اللي في المربع الذهبي جديره بالمرحله اللي وصلت لها وان كل الفرق عندها حظوظ وان النادي اللي احنا هيتعامل مع مباراه بكره بمنتهى الاحترام والجديه والحذر وانه هيكون في طبعا خطه معينه لكن هو طبعا رفض الافصاح عنها، خصوصا ان هو يمكن استعان ببعض اللاعبين اللي ما كانوش موجودين الفتره اللي فاتت نظرا لاهميه المباراه واهميه البطوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. حسام حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ حابب بس نوجه رساله يا كابتن شادي يعني لجمهور النادي الاهلي بكره، انت قلت انه العدد 25000 وده طبعا عدد كبير، في ترتيبات امنيه يا ريت الناس كلها طبعا تكون ملتزمه بيها ان شاء الله تخرج المباراه بصوره حضاريه. النادي الاهلي ممثل مصر في البطوله، البطوله على ارض مصر يا كابتن شادي ماشيه بشكل كويس جدا لحد دلوقتي وحققت اهدافها سواء من التقاء الشباب العربي او التلاحق بين الجماهير، الانديه اللي شاركت برضه حققت استفاده سواء استفاده ماليه او استفاده فنيه. نتمنى يا رب ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي ممثل مصر في البطوله ان هو بكره يكسب ويكمل مشواره لحد النهائي باذن الله. زميلي حسام بشكرك شكرا جزيلا، دايما بتدخل معانا بتقول لنا كل المعلومات، بشكرك شكرا جزيلا ده مهم.